طبعا النادي الاهلي امبارح طلع البيان بتاعه بالليل، وكان بيطلب من اتحاد الكره قرارات معينه ومحدده، وبيتمنى ان هو يطبقها خلال الفتره الجايه. مطالبه اتحاد الكره بان يتطلع بمسؤولياته دون تاخر وحسم الامور التاليه. دون تاخر دي على فكره هي مش في القرارات بس، هي كلمه مهمه. ليه؟ لان اتحاد الكره بيستهلك وقت. هتقول لي ازاي بيستهلك وقت؟ النادي الاهلي كان طلع بيان يوم 25 الشهر اللي فات، وكان بيتكلم عن يا جماعه لازم الدوري يخلص، يا جماعه مش هينفع نخلص بطولة الدوري بعد بطولة الأمم الأفريقية، في أسباب كتير جدا، وخمس قرارات كانت شهيرة جدا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي. اتحاد الكرة رد من ساعتها على حاجة؟ ما ردش إطلاقا على حاجة، ما قالش يا جماعة إيه اللي أنتوا بتقولوه ده صح، لا اللي أنتوا بتقولوه ده غلط، طب الحل، طب نتناقش نتكلم نقعد نشوف الحل إيه. مفيش أي حد رد من اتحاد الكرة. كل اللي عمله اتحاد الكرة إيه؟ إن هو شكل لجنة بقيادة ورئاسة الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عشان يشوف حل للقصة دي ومخرج لأزمة المسابقات المحلية هذا الموسم وتوقيت انتهائها. اللجنة أكيد ادت توصيات لاتحاد الكرة. بعد ما ادت توصيات لاتحاد الكرة، هل اتحاد الكرة خد أي موقف؟ لا. هل اتحاد الكرة طلع أي بيان؟ لا، ما طلعش بيانات. ليه؟ واضح، واضح جدا إن اتحاد الكرة بيستهلك وقت عشان يحط النادي الاهلي قدام امر واقع، وده مش هيحصل، وعشان يحط الانديه المتضرره ايضا تحت او قدام الامر الواقع، وده هيبقى صعب. خليني اقول لكم كده، ودي معلومه مؤكده من خلال تواصلنا مع بعض الانديه الاخرى، وبالتحديد الانديه اللي خلاص هبطت رسميا من بطوله الدوري الممتاز، بيتكلموا على ان مستنيين ركز معايا، مستنيين بطوله الدوري تخلص تمام بعد بطوله الامم الافريقيه. ليه؟ عشان يقدموا شكوى رسميه للاتحاد الدولي لكره القدم لالغاء الهبوط. ليه؟ لان الموسم غير قانوني، لان انت كمان بعد ما تخلص البطوله بعد بطوله الامم الافريقيه هيكون في امور كتيره جدا 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 غير منطقيه بتحصل. بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في تعاقدك مع بعض اللاعبين، في استغنائك عن بعض اللاعبين، بتتمثل كمان في التوقيت اللي انت نهيت فيه بطوله الدوري لبعض الفرق وفرق تانية لا. يعني اكتر من نص فرق بطولة الدوري خلصوا الموسم بتاعهم خلاص، يعني كل الفرق، يعني بالتحديد 13 او 14 فريق عشان اكون دقيق يعني معاكم، خلص بطولة الدوري خلاص خلصت بالنسبة له. لكن في فرق لسه ناقص لهم ماتش وماتشين في بطولة الدوري، هيخلصوا على حسب القرارات الأخيرة، مش بتاعت النهاردة، لسه ما شفناش قرارات اتحاد الكرة، على حسب القرارات اللي كانت من فترة كبيرة كده ان هتكون بعد بطولة الأمم الأفريقية. فبالتالي الطبيعي وعشان تكافؤ الفرص ونزاهة المسابقة انك تعمل اخر ثلاث جولات في توقيت واحد. هنعيد ونزيد في الكلام، لازم تعيد وتزيد في الكلام لان الكلام كله بصراحة منطقي. طب يا سيدي بلاش اخر ثلاث جولات، خليهم الجولة الأخيرة. حتى الجولة الأخيرة والله العظيم الجولة الأخيرة كمان اتلعبت، ولسه الأهلي ما لعبش، ولسه الزمالك ما لعبش، ولسه مين تاني؟ الإسماعيلي والجونة. المباريات يعني اللي هي هتتلعب حوالي 6-7 مباريات بس على فكره اللي ناقصين في بطوله الدوري. معقول يا جماعه يبقى احنا خلاص داخلين على بطوله الامم الافريقيه ونعطل الموسم اللي نفسنا يخلص بقى ونخلص منه في الحقيقه لبعد بطوله الامم الافريقيه؟ بالتحديد هو بيقولوا لي باقي خمس ماتشات على الدوري، يا حرام، خلص الموسم وشوف الفرق كلها تستعد ازاي. ففي الحقيقه دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يلجا ليها اللي هي خاصه بتكافؤ الفرص ومواعيد انتهاء الجوله الاخيره بالنسبه لكل الفرق. هيلجأ ليها الفرق المهددة أو اللي هبطت رسميا لدوري الدرجة الثانية للفيفا إمتى؟ بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية، وخد باقي مباريات بطولة الدوري على حسب كلام اتحاد الكرة.